الحديث إنما الشؤم في ثلاثة، هل هي مستثناة ويكون شؤم مباح؟ هذه الله جل وعلا كما ذكر ابن القيم أن الله قد يخلق أعيانا شريرة، فلا تقرب هذه الأعيان الشريرة، الدار التي من سكنها يصاب، الدابة التي من اقتناها أو ركبها يصاب، المرأة التي كذلك من تزوجها يصاب، تجنب هذه أعيان شريرة تجنبها. نعم.